بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ربنا يبارك فيكم ويقويكم ويلهمكم الصبر يا رب يا رب يا رب. كرمهم وكرمنا يا رب يا رب. رب اغفر لي ذنبي ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه، من السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى وعند الرضا وبعد الرضا يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. هون علينا مصائب الدنيا والاخره، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الفصل السادس ان شاء الله باذن الله مع بعض، واحدة واحدة كده عشان نخلص من القصة بتاعتنا وننهيها. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ ودي خطة اللي انا رسمتها، ان انا اشرح الفصول الستة فيديوهات زي ما انتوا شفتوا، عشان اوفر عليكم مذاكر. انت هتشوف الفيديو حضرتك ببساطة، تشوف الفيديو يلا، وبعدين بقى هتلاقي قدامك فيديو تاني للحل. يلا تروح حالل بعد ما تشوف الفيديو. الفيديو مساحته نقول نص ساعة، ما فيش غير الفصل الاول، القصه في الشرح الفصل الاول طول شويه عشان ايه؟ مقدمه. بعدها هتلاقي الفيديوهات كلها بتتراوح بين نص ساعه، نص ساعه وخمسه ساعه لتلت، وده ما بياخدش غير نص ساعه بس. يلا شد اللي حيلك كده، شوف الفيديو حل، شوف الفيديو حل. يلا كده تراجعت القصه ومعاك متستفين على جهازك يا عمي او على موبايلك، منين ما تحب تذاكرهم بعد كده ذاكرهم. بس انا هعمل خطه للمراجعه ان شاء الله، يا ريت تتابعوها للقصه، مش هسيبها كده. هحدد لك ان شاء الله 3 3 او القصه كلها، وهحط لك ورق بي دي اف وحاجات في القصه بعد كل فصل باذن الله. بس خلال يومين ان شاء الله هظبط لك الدنيا، تكون انت ايه لميت نفسك شويه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نمبر تيست 1 نمبر 1 فور جوهان. بالنسبه لجوهان، بالنسبه لجوهان او يوهان، فور يوهان، واي از ات نوت سيف؟ ليه مش امان تو سليب ان ذا كاسل؟ طبعا بيكوز نو وان فيلت سيف زير، ما حدش كان بيشعر بامان هناك. تمام. جوهان ميد ا جود هيلبر، مساعد جيد لرسندل، بيكوز هي ووز، طبعا هي ووز هابي تو ورك اجينست مايكل، كان سعيد انه يشتغل ضد مايكل. واحد يقول طب هي ووز افرد تو ورك فور مايكل، مش هو خايف عشان انه لسه هيشتغل لمايكل؟ لا، هو فرحان ان هيشتغل ضد مايكل، ان ليجا راسندل كان جاهلي يطوخ نجاهلي ينقذ من مايكل، لو شغال بالفعل مع مايكل. ماشي. روبرت سيد ذات مايكل كود انتقام تو تارلانهايم بيكوز، لان طبعا ما يقدرش مايكل يجي تارلانهايم اللي وقعت فيه راسندل. ليه؟ لان هي هاد ا دينجرس إلنس زي ما قال له روبرت في الزياره الاولى اللي هي الرسميه. تمام. وين راسندل ريفيوز ذا اوفر تو ليف ذا كانتري، روبرت هنزاو استابد هيم ان شولدر، احنا عارفين الحته دي، ويز الايف. تمام ماشي. يلا هنا هاو دو، احنا افكركم بان ايه الاسئله الكريتيكال ثينكينج سهله واي اجابه معقوله مقبوله، ما تخافش. هاو دو ثينك في لافيب، في طالب يقول ينفع ممكن هنا بقى ينفع، انت بقى نفعها، انت نفعها بنفسك. يلا هاو دو ثينك فلافيا شود هير باتريوتيزم، الله هنا ازاي فلافيا بينت حب الوطن بتاعها؟ ازاي عملت كده؟ طبعا شي تولد راسندل ذات شي ووز ريدي تو دو وات از رايت، ووز رايت از رايت فور روتانيا. طبعا وانت بتكتب راح الزمن يكون متناسق مع بعض، ماشي، ان هتعمل الحاجه الصح روتانيا، ان روتانيا محتاجاها خلاص، من اجل روتانيا هتبقى ملكه. تمام. وبرضه في حته تاني فكرت راسندل وهو بيقولها راح اصطاد بواجباته كده، حب وطن. تمام يلا. واي دو ثينك ذا بريتند كينج تولد ذا مارشال ذات هيز فينجر ستيل هيرتس، ليه البريتند كينج للمارشال؟ ان هيز رايتنج واز ديفرنت، خط مختلف عن الملك الملك الحقيقي. واي دو ثينك راسندل تو تولد فلافيا اباوت ذا ريال ريزون فور جوينج تو زيندا، ليه راسندل قال لفلافيا عن السبب الحقيقي انه راح زيندا، انه راح صد مايكل، انه راح رايح يور حرب. هنا ممكن لما هي لامته انه راح يصاد تو شو هير ذات هي واز نوت ريسبونسبل، عشان يبين لها ان هو مش، لا مش مسؤول، لا ده هو مسؤول. تو ميك هير تو ميك هير نو ذا ديفيكولت سيتويشن ان روتاني، عشان يخليها عارفه الايه الموقف الصعب روتاني. تمام. ان هو بعدها هيقنعها تبقى ملكه، عشان يقنعها تبقى ملكه.
وهكذا. تمام حبيبي يلا. واي كودنت ذا كينجز بادي فلوت؟ ليه جثه الملك مش هتطفو اف ات واز ثرون انتو ذا مود؟ طبعا لان ديو تو ذا تشينز، بسبب التشينز السلاسل هتاخدها وتنزل. واي دو ثينك اوف لافيا افتر هي بروميس تو بي ا كوين؟ طبعا شي واز ا تريتور نايف. هي هنا شي واز باتريوت، جايه من باتريوتيزم. شربات يلا بينا. راسند اسكت في ليفيا تو بي كوين اف هي ديدنت كم باك، لو ما رجعش هي هتبقى ملكه. ايفري وان ات ذا كاسل اوف زيندا از كريمنال اكسبت، ما عدا الملك، كله مجرم ما عدا الملك. تمام وده الكلام اللي قاله جون. تمام. واي دو ثينك سبت بيجان تو لوز هوب؟ ليه سبت فقد الامل في انقاذ الملك افتر ميتنج جوهان؟ سبت قال ان لو هاجموا القلعه بمجموعه صغيره او مجموعه كبيره ايه اللي هيحصل؟ ذا كينج، الملك ويل بي ديد، هيكون ميت مش هينقذوه. تمام. فريدز ريلاتيف بسبب خطه مايكل الشريره الماهره. فريدز ريلاتيف واز هوسبيتابل، مش مستشفى يعني هوسبيتابل يعني كريم الضيافه اند جينيروس، مضياف وكريم. طبعا موافق تماما اي اجري. ليه؟ سمح لهم يقعدوا في تارلا نايم هاوس. اف يو ور سندل وود يو فورجيف ذا ان كيبر؟ هل هتسامحها؟ هسامحها. لو جابت لي جوهان، لو نفذ اللي انا عايزه ما راح اسامحها، لان هي الانكيبر ما لخبطتش قوي يعني. يعني شي سيد شي منشند هير فيلينجز، هي ذكرت مشاعرها تجاه الملك. يلا تست 3 وات داز راسندل ليرن فروم جوهان؟ راسندل تعلم من جوهان؟ عرف ايه من جوهان؟ انا مش تعلم ايه من جوهان. عرف وير ذا كينج اللي رقم بارسي اسكيب ذا كاسل اند ذا دوكس بلا. تمام. جوهان كان فيل سيف از لونج از جوهان هيشعر بالامان طالما اذا هو خان راسندل طاع مايكل. طبعا لا مش موضوع مايكل. هي دازنت تيل اني ون ذا كينج از ذا بريزونر. الكلام اللي هو قاله له راسندل في الاخر، قال له لو انت سمعت الكلام ونفذت اللي احنا عملناه، لما قال له ما تقولش ان الملك هو مسجون، قول ان في سجين كده، ولو ما نفذتش وعودك هتبقى في خطر. ده بالنسبه لراسندل مش موضوع مايكل، هو كده كده في امان بالنسبه لمايكل اللي شغال معاه اصلا. هاو كود ذا كينج بي ريسكود؟ ازاي اللي هاو كود ذا كينج؟ ازاي الملك هينقذ؟ طبعا هنا باي اميراكل اور ابيتريال، خيانه. تمام يلا. راسندل تولد فلافيا هي واز ليفينج ستروسوتو، طبعا جو هانتنج تو فايت فور روتانيا، يحارب من اجل روتانيا. ما حارب مايكل، يحارب من اجل روتانيا. واي دو ثينك راسندل اند هيز جروب تشوز تارلا نايم هاوس تو سي ان؟ ليه؟ الوصف بتاعه لانه 8 كيلومتر بعيد عن زيد، عشان خاطر زي كود انت ان ذا ريتش اوف مايكل، مش قريبين من مايكل، ما يشطهمش بسهوله، لان جات مايكل مدينه الحته الثانيه. Why do you think Johan was happy when he met Rasindel in the country house؟ ليه كان فرحان؟ because he wanted to work against Michael، عايز يشتغل ضد مايكل. Because he knew، هو عارف ان if Michael's plan succeeded، لو خطه مايكل نجحت، Johan would be in trouble، هيبقى في مشاكل، لاني عارف كتير من الخبايا بتاعت مايكل. According to Flavia، بناء على فلافيا، حسب رأي فلافيا، what was the king blamed for؟ الملك يلوموه على ايه؟ ان to go hunting and leaving his duties، قبل ما يقول لها ان راح يصطاد مايكل. As soon as يلا تست 4 نمبر 1 as soon as they arrived، بمجرد ما هم وصلوا ايه اللي حصل؟ مايكل زمان رجاله مايكل جولهم على طول بعديها بساعه. تمام. In the first room in the castle if is the castle is attacked، في الاوضه الاولى لو القلعه تهاجمت ايه اللي هيحصل؟ ديتشارد قلب الاسد ويل كيل ذا كينج، ويرمي في الموت ويبات بتاع زي ما انتم عارفين. ان هيز ريبلاي تو ذا ديوكس اوفر، فردوا على الاوفر راسندل سيد هي ريفيوزد هيز جينيروس اوفر، بيرفض العرض السخي بتاعه، وده يبين ان راسندل عنده ولاء شديد للملك وللروتانيا. راسندل بليف ذات وذ رايت انكارجمنت، بالتشجيع الحلو، جوهان وود ميك ا بيرفكت سباي فور هيم، هيعمل جاسوس كويس. تمام. واي دو ثينك ذات يلا نمبر 5 واي دو ثينك ذات جيرل ان ذا ان ابولوجايز تو ذا بريتند كينج، ليه اعتذرت البنت؟ بيكوز فور وات هير ماذر سيد، اللي قالت امها، امها قد ما بتحبش الملك بتحب الديوك والكلام ده. نمبر 6 هاو دو ثينك ذا 10 مين وير كونفينسد تو جو، ال10 جنتلمان الشجعان اقتنعوا ازاي انهم يروحوا زندا؟ راسندل وسيد قالوا لهم اني مايكل ترايد تو كيل ذا كينج، مايكل حاول يقتل الملك، وتاني واني
قال لهم ان هيز فريند ووز ترابد ان ذا ان ذا كاسل دير، محبوس في الكاسل، فهم رايحين يحرروه. تمام. دو يو ثينك مايكل ريلي هاد سيريس النس؟ هل مايكل عنده سيريس النس فعلا؟ لا، اي دونت ثينك سو. امال ليه روبرت قال كده؟ اه تو كيب راسندل اوي، عشان يخلوا راسندل بعيد. اه بيكوز هي ايه تو جاستيفاي، عشان يبرر نوت انفايتنج راسندل از المفروض انه يكون هيز براذر تو هيز بارس، للقصر بتاعه اللي هو المانشن. تمام، يلا بينا. وات ديد نمبر تيست 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 فايف نمبر 1 وات ديد ذا مارشال بروميز راسندل؟ المارشال وعد راسندل بايه؟ طبعا ان يحمي فلافيا، فلافيا هتبقى في الامان مع ذا برنسس وود بي سيف ويز هيم. تمام، يلا. وات ديد راسندل ديفاي ديفاي روبرت تو دو ات ترلنهايم هاوس؟ اتحدى هنا راسندل، اتحدى روبرت يعمل ايه في ترلنهايم هاوس؟ ان يقولوا ان يقولوا ان راسندل وزنت ذا ريال ذا كينج ان بابليك، صح؟ تمام. وات دو يو ثينك راسندل جاستيفايد هيز ديفرنت هاند رايتنج؟ راسندل برر خط مختلف عن الملك فروم ذا كينجز بايه؟ ان هيز فينجر ستيل هيرتس. هي واز ال هي واز اه هي دي صابه ما زال واجعه، فعشان كده هو خطه مختلف شويه. واي ديز مارشال سي اي هوب بيبول نو ات از ريال اوردر بيكوز ذا هاند رايتنج واز ديفرنت. انتوا كلكم عارفين الحته دي وسهله ما فيهاش حاجه. واي دو ثينك ذات يو وونت تو ماري ذا برنسس؟ اللي هيديو كان عايز يتجوز البرنسيسة، كان لازم يتجوزها هو if he wants to be a king legally، لان لازم عشان يبقى ملك legally بصوره قانونيه لازم يتجوز البرنسيس فلافيا. ليه؟ لان his mother wasn't royal، امه مش من العائله الملكيه، هو اخ غير شقيق، فما ينفعش يبقى ملك الا اذا اتجوز فلافيا. مايكل tried to tempt راسندل. الله، مايكل حاول يغري راسندل بالموني مرتين حلوه. في المره الاولى مع ريتشارد لما بعت له 50,000 جنيه استرليني جنيه انجليزي، والمره الثانيه لما بعت له مع روبرت 50 مليون بيس اوف جولد، مليون بيس اوف جولد. تمام، يلا. هاو فار، لاي مدى دو سينك راسندل ترست مارشال ستراكنش؟ لاي مدى راسندل بيثق في المارشال؟ هاو فار، هنا السؤال ده اجابته حلو. دايما اقول فيري ماتش اكستريملي وهكذا. لاي مدى؟ نذكر المدى اللي ايه اللي ثقه. لاي مدى؟ هي تراستد هيم فيري ماتش، بيثق فيه جدا جدا، هو الوحيد اللي يقدر يثق فيه في الجماعه اللي قاعدين كلهم. بسم الله، يلا. تست 6 نمبر 1 ذا انكيبرز دوتر اسك راسندل اس كينج، طلبت من راسندل كملك تو كيل جوهان از بين تو كيب جوهان سيف. لما قال لها اهتلي جوهان قالت له هجيبه لك بس خليه امن. جوهان no longer went to the inn because بطل يروح للان. ليه؟ he worked at the castle، شغال في القلعه مشغول. طب اللي خلاه مشغول في القلعه من دوله؟ وجود الملك، خليك حريف يا ولد. تمام، هنا what did the inn daughter ask راسندل to do؟ طلبت من راسندل يعمل ايه؟ الان دوتر not to hurt يوهان. تمام، يلا بينا. يوهان thinks that no one can sleep at the castle of Zinde because everyone feels guilty. guilty يعني مذنب، الكل مذنب، هي انه سيف. تمام، يلا. نمبر 5 why do you think راسندل was confident despite؟ ليه راسندل كان واثق من نفسه بالرغم انه اتعرف عن طريق روبرت، وروبرت قال له يا راسندل؟ لان ما يقدروش يقولوا ان راسندل مش الملك قدام الناس، لان في الطب في الحاله دي هيقولوا ان مايكل خطف اخوه وهكذا، هيسالون فين الملك هيقولوا مفيش. According to Rasindel, what were the two ways إيهم؟ بناء على Rasindel، حسب Rasindel، إيه الطريقتين اللي ينقذ بهم الملك؟ في الآخر خالص، ممكن نقول a miracle or a betrayal، ناخدها من فوق في الاختيار اللي كان فوق. A miracle or a betrayal، يا معجزة يا betrayal خيانة، حد ما رجعت مكة يخونه. تمام. Why do you think Robert's speech؟ الله، السؤال ده أنتم ممكن يديكم شوية. ليه تعتقد إن كلام روبرت مع راسندل في الريف في البيت الريفي كان فورمال رسمي؟ الزيارة الأولى كانت رسمية، الزيارة الثانية كانت غير رسمية. الزيارة الأولى رسمية ليه؟ كان in front of people، كان قدام الناس التانية، وكان مع كرافستاين ومع لونجرام وقدام سابت وفريدز والناس دي، والخدامين والجنتلمان، فلازم يبقى ايه فورمال. وبرضه كان راسندل كان جاي يقص النبض الأول،
to see what is happening وهكذا. تمام، بسم الله. تست 7 يلا. وروبرت تيلز راسندل ذات ذا ديوك اوفرز هيم، الديوك عرض عليه فينها يلا a million gold pieces. تمام يلا. ذا انكيبرز دوتر الست تيلز راسندل بنتها ذا جوهان، البنت قالت لراسندل ان جوهان از نو لونجر اني ستوبت كام وات ار نيفر كمز تو ذا ان اني مور نمبر اي. تمام، اف جوهان ديد از راسندل اسك، لو جوهان عمل الحياه طلب راسندل، راسندل وود ريورد هيم، هيكافئه هيكافئه، ما هو قال بتشجيعه بالفلوس فوق. تمام، وات ديد ذا برنسس بليم راسندل فور، لمته على ايه؟ جوينج هانتنج في البدايه الكلام ده. يلا يلا 5. Why do you think Rasendil wanted to meet Johan? اللي رسندل الله هنا ياد 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 رسندل لما طلع من السر للسوق طلع بإيه؟ طلع بخطط، طلع بفكر تاني. لما قابل جوهان في الأول خالص في أول فصل وعرف إنه خدم الديوك ربط الأحداث ببعضها، أحط إيده على جوهان أصطاد الديوك، وجوهان كان صيد سهل بالنسبة له، طعم سهل جابه وفعلا اصطاد منه الدوق زي ما شفنا في اخر ايه؟ في اخر القصه. ليه راسندل wanted to meet جوهان؟ طبعا لانه عارف انه الخدام بتاع الديوك، وهي عشان يخلي هيز باي عشان ياخد منه معلومه، اي معلومات عن الديوك يعني، خليك حريف كده حبيبي يلا. Why do you think راسندل's journey with Fritz was dangerous؟ رحله راسندل مع فريدز كانت خطيره، المفروض كانت خطيره. ليه؟ المكان في افري وير، في كل حته رجاله مايكل منتشرين، مايكلز من وير افري وير، كانوا في كل مكان. تمام، واي دو ثينك، طب هنا واحد يقول السؤال ده هتعرض مع واحد تاني يا مستر، ان هم طالعين هو فريدز ما لهوش خطوره، لا ما تعرضش ولا حاجه، هم طلعوا كان راسندل مغطي وكان في ناس كثيره فالخطوره قلت شويه. تمام، واي دو سينك راسندل نيد تيم بريف من اند لويال من ان هيستريب، ليه محتاج الناس دي تو فايت مايكل؟ بيكوز هي بيجان وور اجنست مايكل. تمام يلا 98، راسندل سند يوهان باك تو ذا كاسل تو، طبعا تو get more information، يجيب معلومات اكتر، هي هي to be as by. تمام ماشي، the duke's plan of killing the king was very clever because the king would be killed after خلي بالك في حته مهمه هنا، خلي بالك من اللفظه، اللفظه اللفظه كلمه تضيعنا وكلمه تجيبنا، مش بلاش كلمه تضيعنا دي، تطير الاجابه وتجيبها. شفت هنا after هنا before، ايه فيها killed after they saved him، killed before they saved him، طبعا هنا killed before they saved him. شوف اللي ما خدناش بالنا من before وafter الدرجه تضيع. اصحى اصحى شويه لله. As a dishonest and a criminal Robert Hensau pretend to shake hands and killed Rasendil، لا هو ما كان to shake hands and stabbed Rasendil، ايوه هي دي، برافو عليك. تمام، ان غزو غزو في كتفه. تمام، واي ديد ذا مارشال فير ذات ذا بيبل وودنت بليف هيم، ليه خاف ان الناس ما تصدقوش؟ ذا كينجز رايتنج ووز ديفرنت فروم هيز يوجوال، خط الملك مختلف يا حبيبي. يلا بينا يلا كريتيكال ثينكينج، واي دو ثينك ا بايب ليه البايب فيكسد اون ذا ويندو، ليه عملوا الماسوره؟ ليه ولا عملها مكسوف؟ ليه عملوها؟ يا اخي عشان تو ثرو ذا كينجز بات، عشان يتخلصوا، تو جيت ريد اوف، عشان يتخلصوا من جثه الملك، وعشان يهربوا منها برضه. Do you think that Rasendil wants to be king forever؟ هل راسندل عايز يبقى ملك للابد؟ طبعا لا. Why؟ Because he sacrificed himself for the king. Because he made a move against Duke Michael وهكذا. ماشي. How do you think Robert committed a hostile؟ ما تخافش ما تخافش. How do you think Robert committed a hostile action against Rasendil in front of the counter house؟ ارجع ليات ارجع ليات، ما تخافش ليات. روبرت وراسندل قدام الكانتر هاوس ايه؟ غزو بس. He deceived him and stabbed him with ده خدعه وstabbed him with ايه؟ with the knife. بس ما تخافش. تستنين يلا. مايكل كانت بي a legal king without marrying princess فلافيا. عسى معلش نزل لتحت شويه زي بعض. ماشي هنا. راسندل تولد فلافيا. راسندل تولد فلافيا. ماشي. نعملها كده ونظبطها يلا. ماشي ماشي.
راسن ديل تولد فلافيا ذات اف هي وير كيلد لو اتقتل هي وونت هير تو بي تو رول تو رول ذا كانتري عسل يلا يلا حبيبي يلا وات ديد زي ثينك اوف يوهان وين هي كيم تو تلانهايم هاوس كان ايه رايهم في يوهان لما جه التلانهايم هاوس هي واز ويكت هي واز ويك بات نوت ويكت ضعيف بس مش شرير تمام according to Michael's plan بناء على خطة Michael's King's body would be buried in the moat ايوه هيدفنوه في الموت مش هيرموه بالسلاسل تمام يلا السلاسل النقدية why will Johan be in trouble if حلو السؤال ده ليه يوهان هيكون في مشكلة لو خطة مايكل نجحت لان عارف كتير عن مايكل لاني عارف خبايا مايكل كلها he knew a lot about Michael's plans يلا money temptation didn't work with مايكل يا جماعة مش هيخلي حد بعد ما ينجح هيخلي جوهان هيبسيم عايز يقتل اخوه money temptation didn't work with يعني الاغراء بالمال ما اشتغلش مع راسندل رفض العرضين 50,000 والمليون why do you think راسندل and سبت number 7 لتتقدى سندو سبت سنت يوهان باك ليه بعت جوهان تاني للقلعة to be there is by to get information ممكن اقول حتى ده بعت خالص لان مايكل هيسأل عليه هيسأل فين 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 هيعرف ان هو جاسوس عند راسندل هيخرب الدنيا طبعا هيموته Why did Rasendil refuse the second offer? No, إيه لا تستين معلش. Number one. Why did Rasendil refuse the second offer? اللي رفض العرض الثاني طبعا he was loyal. He was a loyal and honorable person. شخص شريف شخص محترم ما عملش كده عشان خاطر الفلوس عمل كده من أجل روتيني من أجل ابن عمه. If the king شبعان if the king is killed his body will be لو الملك اتقتل his body will be هنا ثرون داون ذا بايب هيترمي في الماسوره تمام 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 ماشي يا ريس طيب هنا واحد بيقول لحضرتك بتحل بسرعه يا مستر يا عم ده عندك فيديو انا ما همسحهمش يلا بسرعه مش بسرعه انت اجري براحتك وعلى مهلك فاهم الموضوع مختلف مش صبور قدامك بطل ما تبقوش عبايط مايكل وونتد تو ماري برنسس فلافيا بيكوز هي انا عايز اخف على فلوسك في النت مايكل وونتد تو ماري برنسس فلافيا بيكوز هي مايكل لا اراد ان يتجوز فلافيا لاني هي وونت تو بيكام كينج ليجال ايوه تمام الباقات خلصت فاضينش والنت اليومين دول اصلا ضعيف وان اوف ذا سكس مين واحد من الرجاله وول تيك ذا كينجز بليس بريتندينج ذات مايكل هاد بوت هيم ايه معنى الكلام ده يلا واحد من رجاله مايكل هم اللي هيربطوه في الخطه الثانيه ايه هي واز رود هي هاد بين رود تو انتوني دوبا تمام يلا واي نمبر 5 واي دو ثينك راسندل فيلت سيف وين هي سيت اوف فورزند هو شعر ليه بالامان برغم ان كان خطيره ثلاثه ان هم بعاد عن زندا البلد اصلا البيبول ان ذا ستريت الناس كانوا في الشوارع راسندل واز كفرنج هيز هير اند فيس تمام اولزو ذا ديوكس اوفر واز جينرس راسندل ريفيوزد واي دو ثينك سو بيكوز هاتها من فوق بيكوز هي از اونرابل اند لويال مان عنده شرف ومخلص للملك عمل كده من اجل روتانيا مش من اجل فلوس واي دو ثينك راسندل واحنا عارفين ان راسندل اصلا معاه فلوس من زمان من الفصل الاول واي دو ثينك راسندل اند سبت بيكيم فيري وورد افتر ميتينج يوهان ليه بيجوا قلقانين بعد ميتينج يوهان بيكوز اوف بسبب او ديو تو مايكلز كليفر بلان بسبب خطه مايكل الماهره تمام او ممكن نقول لاني مش هيقدر ينقذ الملك حي مهما حاور او مهما عمل يلا يلا تسلم خلصت الحمد لله ودي ذا برنس برومس برسنتل وعدته بايه اني تو دو وات ايفر جود فور روتين يا عسل راسندل تولد هيز مين مايكل تراي تو كيل هيم ايه ذا كينجز فريند اوف كينجز was held the prisoner in the castle. هي دي حاولك اتكررت حاولك الملك وحابس صديقه. The group that accompanied Rasendil to Zinda save the king included كان معهم مين؟ المجموعة اللي راحت زندا أصلا مين هم؟ Some servant and brave gentlemen. أيوه some servants and 10 brave men 10 دي محدد أكتر خلاص. يلا هلبت put up the pipe مين اللي عمل الماسوره وساعد فيها ماكس هولف اخو جوهان هولف
تمام، عمل ماسوره عيني وحرسها ومات من اجلها. يلا فايف، مايكل بريبيرد كليفر بلانز اف ذا كاسل وز اتاكت، حدث كل الخطتين، الخطه الاولى والخطه الثانيه، ليتشر حاجه الملك ويروح رمي بالسلاسل وبعدين يهربوا وهكذا. الخطه الثانيه هيربط واحد مكان الملك والاثنين بيحرسوه وهكذا. يلا، هاو فار، لاي مدى دو يو ثينك يوهان كود بي يوسفول، لاي مدى هيكون مفيد؟ هي وود بي فيري يوسفول، he would make a perfect spy, he would tell him everything about the king and Michael. Do you agree that Robert was a man of no principles؟ هل موافق ان روبرت راجل ما عندوش مبادئ؟ طبعا جدا. He is bloody man, he is deceitful man, he deceived راسندل. طبعا انا موافق انه مش ما عندوش مبادئ. لما خدع راسندل وغزه بالايه بالمطوه وهكذا، وفي الفصل السابع لما خان مايكل اصلا اللي هو بيصرف عليه. تمام، يلا بينا، بسم الله، كده خلص شانس، هندخل على اللونج مان. بسم الله، يلا شابتر 6 ماشي. هو ديد راسندل تراست تو كيب ذا فيوتشر اوف روتينيا سيف؟ مارشال ستراكنش، ايدي طالع عليها لوحديها اهو، مارشال ستراكنش. شكرا، بسم الله. مايكلز ماذر وزنت رويال، على طول مارد برنسز، على طول اهو من غير ما اكمل. اكشوالي، خلي بالك، اكشوالي هنعلم عليها زي بعضه وبعدين نشطبها، مفيش مشاكل، خلاص. نعلم عليها اساس ان احنا عايزينها دي. يلا، اكشوالي، فعلا في الحقيقه في روتانيا. راسن ديز رايتنج، خطه كان مختلف من اليوجوال رايتنج بيبول نيو از، لان ايه؟ هيز فينجر واز ووندد. لا، هي وزنت ذا ريال كينج. اصحى 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 من النوم. يلا، راسندل اسكس فلافيا تو، راسندل طلب من فلافيا تو بكام كوين فور هيم، عشان خاطره يعني. تمام، ما فيش غيرها يا اخي. اون جوينج تو زندا، وهم رايحين زندا. راسندل زمان زت، راسندل قال للرجاله اني زي ويل جوينج تو مايكل. هات هي دي الثالثه دي كبيره، جو 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 جو. يلا علم عليها، يلا يلا، هي الرقم دي اللي الصديق واللي ماشي. روبرت نمبر 6، روبرت تولد راسندل ذات، روبرت قال لراسندل اني ذا ديوك اند مين اوف ذا سيرفنتس هاد دينجرس النس. برضه بتوع لونج مان دايما بيبقوا طوال زي بعضه، مش مشكله. يلا بينا، بسم الله. راسندل اسكت ذا ان كيبرز دوتا، طلب من البنت ايه؟ تو ابولوجيز تو ذا كينج. لا طبعا، تو برينج جوهان، تجيب جوهان من قفا تو ميت. دخلنا على اللي تحت، رقم ايه؟ رقم ايه؟ تمام، نمبر ايه؟ تمام، هنا تو ايه؟ تو ماشي اهو، نمبر ايه؟ تو برينج جوهان تو ميت هيم ات ذا كانتري هاوس. تمام، وات ووز نمبر 8، وات ووز روبرتس اوفر تو راسندل ان ذا كانتري هاوس؟ ايه عرض روبرت؟ طبعا هي اوفر هيم سيف جيرني. ايوه، هنا دي هي مليون جولد بيس، عسل، شربات، بس كفايه، حلو خالص كده. راسندل بليف ذير وير تو ويز، الطريقتين ايه هما؟ يلا، اميرك if one of dukes betrayed him. ايوه، هي دي رقم بي. يلا تمام، يلا ماشي. هو هيلبد تو بوت اب ذا بايب، طبعا احنا قلنا ماكس هولف هو اللي ساعد في ان يحط الماسوره مع الناس الاخرين. تمام، يلا، كريتيكال سينكينج بتوع اللونج مان. دو يو ثينك ذات راسندل واز رايت تو تيل فلافيا ذات هي واز جوينج تو هانت؟ هل راسندل كان مع حق اني يقول لفلافيا الحقيقه انه راح يصطاد مايكل؟ طبعا طبعا، عشان ما يبينلهاش ان هو نوت ريسبونسبل مان. نفس الكلام قلناه قبل كده، عشان يقنعها انها تبقى ملكه، عشان يقول لها الموقف بتاع روتانيا فيه ايه. تمام، يلا بينا. If you were Rasindel would you accept Robert's offer؟ لو انت مكان Rasindel هل هتقبل عرض اوفر، عرض روبرت اندزين؟ اوه، حلو السؤال ده، خلي بالك يا ولد، خلي بالك. لو انت مكان Rasindel هل هتقبل عرض روبرت اندزين دي سي فيم وتخدعه، تقبل العرض وتخدعه؟ انا ممكن اعمل كده. يس اي دو. طب ليه؟ وبعد كده اقبل عرض وبعدين ايوز روبرت، استخدم روبرت، استخدم روبرت تو سيف ذا كينج عشان ينقذ الملك معايا وهكذا. ممكن نقول نو. ليه؟ والله لا، لان الناس دي اصلا هاد نو برنسبل، ما عندهمش مبادئ، ممكن بعد ما اقبل العرض يموتوني. تمام، نمبر 3، واي دو سينك راسندل تشوز جوهان ان بارتيكولار تو بي هيز سباي؟ ليه اختار جوهان بالذات؟ هو اصلا ممكن نقول جوهان ويك، شخصيه ضعيفه، بس راسندل ما كانش عارف كده. هو هنا اختاره ليه؟ لانه هو شافه قبل كده وعارف ان هو شغال مع الديوك، فهيكون مفيد ليه. ان يور اوبينيون
كود راسندل هاف ارستد روبرت؟ في رايك هل راسندل هاف ارستد روبرت؟ كان ممكن يقبض على روبرت اف هي هاد ذا تشانس قبل ما يطير؟ كان ممكن يقبض عليه يتلفاه بعد ما ضربه ويحبسه ويبهدله ويموته. طب ليه ما قدرش هنا لضربه؟ طب هنا لان روبرت هرب بسرعه فما قدرش. Why do you think the innkeeper's daughter apologized؟ ليه الانكبر اعتذرت لراسندل؟ طبعا although she didn't speak badly، هي ما اتكلمتش بحاجه سيئه بس هي اعتذرت. امها اللي اتكلمت، امها اللي اتكلمت because هي apologized on behalf of her mother، بالنيابه عن امها. وهكذا. What might have happened if the people had known that Rasindel was not the real king؟ ايه اللي كان ممكن يحصل لو الناس عرفوا ان راسندل مش الملك الحقيقي؟ هنا ممكن نقول، شوف انا بقول لك ممكن نقول، ممكن الناس تبقى بيكم انجري غضبانين لان راسندل ديسيبت زي ما هو وسبته فريتز. ممكن الناس تفايت راسندل بيكوز هي لافد مايكل. وهكذا. بتاعت انجلي احلى. تمام. Why do you think Robert told Rasindel that the Duke and many of his servants had، ليه روبرت قال لراسندل ان الديوك عنده مرض خطير هو وخدامين؟ طبعا to keep him away of the scene of the events، اللي هو ايه؟ يكونوا بعيدين عن موقع الحدث. So as not to justify، قلنا قبل كده عشان يبرر ليه الديوك ما عزمش اخوه على بيته. مفروض انا نازل مكان واخويا لي بيت، انزل في بيت اخويا، مفروض كيف انزل في حته عند واحد غريب وبيت اخويا موجود؟ فلازم يبرر ان ايه ليه مش هيستضيف اخوه في بيته. تمام. If you were Duke Michael، لو انت مكان مايكل، would you go to the country house، تروح الكونتر هاوس and invite راسندل وتعزم راسندل عند هزمين تو ذا كاسل ورجالته للقلعه؟ ممكن، ايوه. طب ليه؟ make him not think that the king is in the castle، عشان اخليه ان يعتقد الملك مش في القلعه. عادي. to make him persuaded with that، اخليه يقتنع بذلك. طب ممكن اقول no so as not to discover what we they are doing، زي are doing، يعني عشان ما يكتشفوش. لا ما عزموش وخليه بعيد زي ما هو، زي ما عمل مايكل. ليه؟ عشان ما يكتشفش اللي بيعمله ايه، ويكتشف زير كرايمز، جرائمهم والكلام ده، ويبقى بعيد عن الموقع وعن الاحداث اللي ما كده كده هم انيميز نوت فريندز. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا. اثقلت عليكم في الشرح واثقلت عليكم في الوقت، بس خلي بالك في حته انا هكلمك بقلبي النهارده، معلش احنا معانا وقت، ما تخافش. ما تسألوش الناس بتوع السنة اللي فاتت عملوا ايه في شهر 4 و5 و6، ده كده معلش مش حكمة. ليه؟ لان هم ظروفهم غير ظروفكم، انتوا احسن منهم. انتوا ظروفكم احسن بسبب الكمية اللي اتلغت، الدي ان ايه والار ان ايه والحاجات العكة دي، وعندنا في الانجليزي التلات وحدات الاخرانيين، الاربع الاخرانيين، 15 كانت بتلخبطنا مع 14، في كان مشاكل في المناهج كلها. فمعلش خليكم حلوين. وحته تاني، دي فرصه دول كده اتلغي، انتوا احسن منهم. ايه تاني؟ ان انتوا عندكم وقت كبير عنهم. هم السنه اللي فاتت اصلا كانوا المدرسين شغالين دروس وهم بطلوا برضه، وكل واحد هيعملها فيه ان كذا وعملت كذا وسويت كذا. ما تسالهمش، ان الظروف مختلفه تماما، الظروف مختلفه تماما. ما ينفعش نسالوهم هم ليه. يلا اكفل ده، اسد دي، اشتغل في يوم نذهبوا، ما فيش مشكله، ربنا يعينكم عليه. يوم نشتغلوا حلو، الحمد لله، استغل الحياه. ابس اند داونز، يعني صعوبات ونجاحات، كل شويه الدنيا هتمشي. اهم حاجه المثابره. يعني ايه المثابره؟ الصبر الشديد. ربنا يبارك فيكم ويخليكم لي يا رب، ويخليني ليكم، وان شاء الله باذن الله الدنيا هتبقى حلوه وهتمشي العمليه كويس. انا زي ما وعدتكم بس طولت شويه كده، القصه خلصت. اطلت فيها شويه، لا معلش، ما انا غصب عني عشان موضوع التصوير والحاجات دي زي ما انتم عارفين 6 فصول، ان شاء الله ما اخدش معانا حاجه باذن الله. بعد كده المنهج باذن الله هنشوف نعمل ايه. طب انت قلقان على المحاسه والقطعه والبرغف؟ يا عم
قعدة فيديو اخلصهم لك. مالك ما تخافش من اي حاجه، بس احنا عايزين نريح المنهج اللي على المذاكره اللي انت كل شويه بتنساه. انا والله نسيت وكتر خيركم وهكذا، فاحنا عايزين نريح مناهجنا. طب والصح ايه؟ انتوا جايين على الامتحانات يا عم، حل الامتحانات من دلوقتي. بس بصراحه امتحانات في شهر 5 افضل، بتبقى هتبقى فاكر وتبقى لميت مادتك وتحل امتحانات. مش معقول احل امتحانات وانا مش لامي موادي الى حد ما، حتى بنسبه 60%، وبعدين من حل الامتحانات اكمل واتعلم وهكذا. اصبر اصبر لله، بس اهم حاجه امشي بنظام، نظم نفسك، هات الحته دي هات الحته دي لله، اصبر وامشوا بنظام وما تقلقوش، ان شاء الله خير باذن الله. دلوقتي انا بفكر هعمل ايه، لسه ما قررتش اعمل ايه الخطه اللي جايه، بس هو القصه مش هسيبها كده، هربطها الاول في قاعده فيديو مثلا، افتح لكم الاسئله ونشوف الدنيا فيها. طب افتحها ازاي يا عمي؟ في الكومنتس تحت، بس هتبقى في الكومنتس ان هي اللي في الفصل السادس، عشان ما ندورش في كل ايه الفصول، في اخر الفصل السادس زي كده اكتب لي اي سؤال وقف معاك في اي كتاب في اي حته في الكومنتس بتاعه الفصل السادس في الاخر من تحت. طب حته تاني، اللي معاه رقم الواتس بتاعي مفيش مشاكل في برضه بعت لي على الواتس، بس يا ريت الواتس هيكون ان شاء الله من خلال الجروبات مش من خلال البرايفت بتاعي، من خلال الجروبات. طب اللي مش في جروب يبعت لي على الواتس العادي وانا من عليه الاثنين، بس ما تسخروش عليا شويه لان عشان اعرف اشتغل وافكر اعمل ايه، وما تستعجلوش لان انا هخليهم يوم اقراهم واشوفهم بعدين تاني يوم ارد باذن الله. ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله ربنا يكرمكم ويكون معاكم باذن الله، وهو معاكم وهو معنا أينما كنا، هو اللي كده وهو معكم أينما كنتم. يا رب سامحنا، اغفر لنا، كن معنا. يلا سلام، مش عايز أطول عليكم تاني. يلا إلى اللقاء في الوحدات إن شاء الله وفي الامتحانات إن شاء الله بإذن الله. سلام، يلا بسم الله.